نايم زي جراحي نامي بس انتي وارتاحي مش يتجهوا ان هم يشوفوا سكه الاوبرا دي ازاي؟ ليه ابتدوا عايزين يعملوا حفلات في الاوبرا؟ اكيد في سبب. قبل ما احنا نتكلم عن ازمه كونيه، هل احنا بشعب بيغني ولا لا؟ احنا حاليا ما بنغنيش الا في مكان واحد، مركز تنويري زي دار الاوبرا، وفي مراكز انا يعني مش عايز اقول اسمائها دلوقتي، يعني ابتدت تبقى منافسه وجديره بالثقه والاحترام. يعني على سبيل المثال مثلا صار مثلا يعني حاجه محترمه وميلاد جديد. احنا انا نفسي اشوف اللي بيحصل في الاوبرا اشوفه في كل مكان، لان مهمه الاوبرا ان هي تعلمنا ان احنا ما نبقاش اسيرين لذوق واحد. نسمع يحيى خليل ونسمع فلان وعلان وعلان، كل واحد لون مختلف وشكل لايق عليه وعلى قيمتنا المصريه. مش يمكن يا استاذ محمد برضو اتجاههم للاوبرا نتيجه برضو مش هنقول حفلات اللايف، نقول ان هم كانوا معتمدين اكتر على شرايط الكاسيت، ودلوقتي احنا شايفين الانتاج فيه ازمه كبيره جدا، في سرقه زي ما كنت بتكلم مع حضرتك قبل كده. يمكن ده سبب برضو ان هم ابتدوا يتجهوا ان هم الاوبرا احسن مكان ممكن يقدموا فيه فن. لان هي دي الحقيقه، فاللي ما اكتشفتوش قبل كده هو ده اللي مش حقيقه، اللي هو التصوير وي 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 والتهجيز، ده هو ده الموضوع. لكن الحقيقه الواقعيه ان تغني للناس. ازاي نمنع التهجيز اللي بنشوفه بالقنوات الفضائيه؟ احنا نغني برضه، نغني حصل الغنى حاجه ممكن تتعالج بالغنى، هو الحقيقه الوحيده نغني بوجه. هل في وانت بتتفرج كده هل لقيت بجد حد حاسس ان هو صوت جديد مثلا ممكن يبقى بجد عنده حس، عنده صوت، عنده فكر، ممكن بيختار كويس، ممكن يبقى حد جامد في المستقبل؟ لو عنده ربع موهبه بس ابتدي نميها وقويه وشجعيه، بس بشرط ان هو يكون يعرف يعني ايه التشجيع ويعني ايه التنميه ويعني ايه ويعني ايه انميه. بس لازم العلاقه دي ما بين الكبير والصغير تبقى موجوده دلوقتي. انا ما بحبهاش، وانا يعني فعلا انا سعدت ان في حفلات كتيره للاوبرا شفت زمايلي، شفت انغام، شفت خالد عجاج، محمد حمائي، صوت شاب جديد، يعني بشوف موسيقيين من جيلي والاجيال اللي بعدي بتيجي، فانا بسعدني وانا نفسي يعني بتمنى ظاهره فنيه جميله اصلا ودوتوهات على المسرح. انا فعلا انا نفسي الاقي كل المطربين دول الاقي لهم مواعيد وحفلات، عشان انا عايز انا بني ادم عايز بستمتع بالغنى بس مش اكتر من كده. اجمل حاجه ان حضرتك كل حاجه مرتبطه بالغنى، وانا طولت على حضرتك بس انا مبسوطه جدا ان انا جات لي فرصه اقول لك كل الكلام ده، وعايزين منك كلمه تقولها لجمهورك اللي بيحبك وجمهور قناه المحور اللي اكيد هيبقى مبسوط جدا ان هو شايفك النهارده معايا. انا اصل قناه المحور بالنسبه لي قناه حميميه، يعني في بيني وبين ود وعشره، ومعظم اصحابي كمان بيشتغلوا فيها. انا بتمنى لهم التوفيق، وعايز افكركم ان الغنى مش غنى كد بس، غنى حميمي وغنى مسلم وغنى ينعش الروح وغنى صاحب فكر، لكن الثلاثه ما بيعترضوش، احنا محتاجين كملوا بعض في اي نوع من انواع الفنون حلو، لان ما فيش فن في الدنيا اسمه فن وحش، في فن ضعيف وفن قوي، لكن كلمه فن وحش دي مش موجوده اصلا. محمد ايه اكتر حاجه بتبسطك واكتر حاجه بتقلمك؟ اللي بيبسطني كتير واللي بيقلمني اكتر. ايه اكتر حاجه بجد بتحس ان هي دي متعتك غير الغنى على المستوى الشخصي محمد منير الانسان؟ لاني اكيد هبقى عايزه اطلع من الانترفيو ده بحاجه خاصه بمحمد لو بطلنا نحلم نموت، انا قلتها في اغنيه من اجمل كلمه. ما بين الحلم والحقيقه مسافه صغيره بتيجي من هنا، من المنطق ومن موهبتك ومن هنا. اجمل حاجه ممكن تتقال ونختم بيها الانترفيو لسه حضرتك. طيب ممكن كل سنه طيب.